نواكشوط تستضيف أعمال الدورة الأولى للجنة الدائمة للحريات المكلفة برصد واقع الحريات الصحفية بالعالم العربي تابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب بمشاركة دبلوماسيين عرب وصحفيين وإعلاميين موريتانيين. وقال رئيس لجنة الحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب إن الإعلام والصحافة يطالعان بأدوار كبيرة في النهوض بالأمم، غير أن الإعلام العربية ما زال يواجه العديد من التحديات تستدعي من الأنظمة العربية وحكوماتها تمكينه سبيلا للإسهام في النهوض بالمنطقة العربية. وعلى الحكومات أن تتوقف، سامحني يا معالي الوزير، على الحكومات أن تتوقف عن اختلاق الأسباب والتفنن في إصدار القوانين والأنظمة التي تحد من حرية التعبير وتجد الذرائع الشتى تحت عناوين شتى. ذات التحديات التي تواجه الإعلام العربي عبر عنها وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى سعي الحكومات العربية لحلحلتها، مستعرضا في ذات السياق الخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال تكريس حرية الصحافة وتصدرها حرية الإعلام بالعالم العربي خلال العشرية الأخيرة. أن الإرادة السياسية في كل دولنا العربية هي بهذا الاتجاه، وإن كانت هناك بعض العراقيل سيتم التغلب عليها قريبا بحول الله. سيدات والسادة، لا غرو إن وقع اختياركم على موريتانيا لعقد هذا الاجتماع، إذ تصدرت بلادنا لسنوات عديدة قائمة الدول العربية في مجال حرية الصحافة. وقد أعلن خلال انطلاقة أعمال الدورة المنظمة من طرف رابطة الصحفيين الموريتانيين والاتحاد العام للصحفيين العرب عن تنظيم ندوة علمية تبحث واقع الحريات الصحفية بالعالم العربي موريتانيا نموذجا، إضافة إلى دورة لصالح الصحفيين الموريتانيين الشباب حول المهنة الصحفية. السادة الحضور، سوف تنظم على هامش هذه التظاهرة ندوة دولية عن واقع حرية الصحافة في العالم العربي موريتانيا نموذجا، ودورة تدريبية عن أخلاقيات المهنة لصالح الصحفيين الشباب بالشراكة مع رابطة الصحفيين الموريتانيين والاتحاد العام للصحفيين العرب. وتواجه الإعلام في موريتانيا بحسب المشتغلين فيه تحديات عديدة يصفها البعض بالبنيوية أسهمت في الحد من فاعليته وقيامه بالدور المتوخى منه، ويعتبر ضعف الوسائل والتكوين من أبرز تلك التحديات.